اليوم نزلت بطولة كلاش رويال، هاي البطولة السحب الثلاثي المضاعف الكسير. هاي البطولة تفوز بيها يطوك الماز 30 ألماز، شي زين هذا، يطوك قرص تبديل، يطوك هنا جواز فلوس. نبدأ نلعب، انضممنا بالبطولة، ما دعنا تشكيلة، يعني هم لا يحطوننا تشكيلة، يحطوننا 3 أوراق واحنا نسحب بطاقة من عندهم. نبدأ نلعب، لا العفو بطاقتين، والبطاقة المختارة تروح للعدو. نختار مينيون، هذا ما اعطيه لان يظل يغيظنا بيهم. اعطيت البطاقات الضعيفات وخدت القويات، ان شاء الله ما اعطينا الضعيفات حتى تساوى اوراقي. بطاقاتي غالية، لازم اواسيهم. انا عندي خطة اليه، اخذنا دمج فول يا شباب. لا 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 لا، ندب هاي القلعة وندب تسجيل بعد ما امنا بين ما ينزل هذا. ننزل المنطاد، هاي الهجمة 100% ما يقدر اخذها، واذا اخذها عادي عندنا صاروخ. ابلع راحت ام الهد، دمرنا برج. اوكي اوكي اوكي، انا هذا البطولة جدا جدا احبها ودائما العبها وافوز بيها. خلي برج غيلان من هنا اللي حتى يضل ياخذ دمج، واذا هو راد يهجم خليه يهجم. غيلان تاخذ لي دمج بين ما يصير استعجل، اسلم عليه الواعي من الاخير. نذب وخذ الغيلان وروح منه ومنه، نحضر لنا روح تجميل. اخذ دمج، اوكي بس مو بذاك الدمج يعني معقول، ما اخذ دمج عالي يعني ما نقول دمج، وانا اخذت عليه الفرد الثاني يعني هذا الشيء كل زين. اخذنا عليه الورد الثاني وعندنا هاي القلعة هنا، عندنا وجود المينيون، سوا فزنا عليه وفزنا عليه بجدارة جدارة، فزنا عليه. نكمل لعب، هو ما يعني بوت ما اهتر لبطاقات القوية، لو مطي البطاقات اللي انا قلت لكم عليها القويات انا خسرت. وصلت عند المهام الفوز، نختار روح النار، لان اذا اعطيه النار يظل يجيب اللافا، يجيب يجيب الخيلان حتى ما يقدر يستخدمه مضدي. هياكل على المية حتى ما يقدر يستخدمه مضدي. عندي دفاع للوغرايدر، فانا بامان. ياي اذب لدوله، شوف ايش قاعد اسوي، وذب قدامهم العملاق الملكي، وذب الساحر، بدي اشوف ايش يسوي. وذب نار، اخذت من عنده دمج، دمج ذب الهوغ رايدر، انا ذب القلعة، ذب الهياكل عمية، ما اخذ دمج.
انا جمعت اللواعب بين ما ارميه بنار اخذنا دمج مو طبيعي. هنا كثرة ال عدة ملي فكتلتي أذب هذا بين ما وصل هذا من الجيش كملان. أرمي عليه ذنبي حب الشكلات استخدم دهاء أدري استخدم للهجوم هذا حتى حامي دواعي استخدم هذا استخدم دولي شباب لازم نقنع بدمج ما اطلع نختار حرام عليكم نحن ناخذ ملك علشان ننقذنا لا على ان الأول رامي رامي وحده الثاني خسرنا مبروك لك لأنك فزت عليه وجنت يعني خوش هو خود لب وبراق وفاز علي بدي خسرنا مرة ما يخالف بعدنا محاولتين اختار هذولا هذا ما اعطيته بطاقة قوية جيب هاي لان هاي راح استخدم هذا الدوام راح استخدم النار بس يسوي له يا رب مطينا بطاقات شوية ها يعني ويا تشكيل تلاقي هسه ما طول انا اخذت هذا ابو الكهرباء العملاق الكهربائي اوه طلع لي من البداية والاكسير في اثنين شوف يا شباب ايش راح اسوي فيه بسكوت يجي من نفس جهتي يجي من نفس جهتي دينا اخذ دمج هو دمج عالي اذب له صاروخ خنازير اخذنا من عدد دمج عالي لازم احمي مات البرج او اهجم على البرج العملاق هنذبنا هذا هنا نذب هذا هنا المقبرة مقبرة راح تقتل العملاق عود هو استخدم انه ما يقدر مستحيل انا قلت لكم ما يقدر ياخي لان انا عوية عن بالمرصاد
بيت له صاروخ حريمات ماله واحد بلا بعد عملاق وين يقدر بعد يصد هيك هجمة قوية الا بهاي الحالة ما يقدر فزنا دبل الفارس دبل هذا ودب هذا ودب هذا خسران هو في كل الاحوال لان احد بصاره خليت عامل من جيم دمج وانا ربحت بكل سهولة هنا عندنا صندوق نفتحه وطن خمس بطاقات الجوكر خلينا نشوف بلكي طن البرق انا ما اريد اثنين عدي طن النار حلو نري انا استخدمه بتشكيل فيه نكمل على البطولة ان شاء الله افوز روح التجميد جيب روح التجميد اقوى جيب العملاق الكهربائي جيب دولة جيب هاي مستحيل هذا الطيار لان راح استخدمه ضد العملاق الكهربائي خلق ذا الي احسن لي عملاق الكهرباء ما عنده شي يستخدمه ضده يعني قوي خل شوف بطاقاتها بعد هو يعني ايش مختار زينة نلعب خلي الاكسيريتي ما كانت امنيتي انت تنزل في اثنين لان انا اذا اسويها في اثنين واخذ بطاقات ثقيله واظل اذب من جوا لجوا 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 انا ما اصحى مسح ما يقدر يحكي وياي اذب له الغيلان لان اذا عفوا ياخذ دمج عالي اذب له عملاق ملك هاي بلع اضرب له دولة للخيار اضرب له مدى قتل معارك شباب خسر هو خسر من اقول لكم اذا اخذ بطاقات قوية دب الغيلان للتصفية دب كائنات المينيون وضل ذيب ما يقدر يصدها باي شيء هاي بزنة شباب اوه حلوة الهجمة كدست عليه الهجوم كدست عليه ما اقدر بعد يصد هو ذا بالجنود مو قوية ودمها عالي ففزت عليه وناهم حصلنا صندوق عدينا روح الجليد هم تطورت يقولولي راح نكمل حصلنا جائزة كمل لعب جيب الكهربائي لافا جيب اللافا مستحيل اطيح هذا فاينجن جيبها يا رب مطين لين هالمرة انا قلبي لا احس نجاح لاني راح اخسر تشكيلتي ضعيفة كلتي ضعيفة نحط دولة نهاية سع من دولة راح اذب دولة حتى اجمعهم سوا واذب فارسة اذب كهربائي لا 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 شفتو قلتلكم قتلكم خذ البرج اليمين شباب بس هذا الملوك ترتر عن الفيديو ليه الفيديو راح يصير كبير
انتو ما تحبون اشياء دون فيديوهات كبيرة. خلي خليه قصير احسن لي. دب الكهربائي بالنص حتى ياخذ دمج من عندهم. لو الكهربائي شوية اقوى خلص حل الجيش منها. شباب خسرنا بعد ما بيدي شي. كدس اللواعب علي بعد مو بيدي اي شي. مع السلامة شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك، واذا ردتوني اكمل على كلاش رويال كتبولي بالتعليقات، واذا ردتوا اكمل على اي لعبة لعبتها كتبولي بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة.